ممكن. أنا الكلام ده بقوله مش عشان يسمعوا الجزائري، عشان يسمعوا أي واحد غير جزائري. دايماً بوصف الشعب الجزائري عامل زي بالضبط زي تركيبة آيفون، اللي ما بيستخدمش آيفون، جهاز ذكي وقوي جدا وممتاز جدا، لكن لازم تفهم برعاية حمدي الشجيع. هذا الدعاية لا لا لا، هو آيفون محتاج دعاية، لكن هو الفكرة لازم تفهمه كويس عشان تعرف تحط إيدك على مواطن المميزات اللي فيه. الشعب الجزائري طيب جدا، لكن هو يحب اللي يحبه. لما تحبه أقسم بالله يعني يحبك. أنا رحت قسنطينة منين؟ دعوة من الناس هناك، أنا ما دفعتش حاجة. بيجيلي دعوات من مختلف الولايات كلها. لما واحد يقول له كلمة عنصرية في التعليقات، الأول كنت نتخلق، دلوقتي ما نخليهاش. هم يدخل لهم الشعب الجزائري، أقول لك والله بشهادة لله ما يحبش الحجرة على نفسه ولا على أنا أصلاً عارف ليه بكلم من دافع إيه. عندي حب لهذه الناس ازداد جدا خلال الفترة اللي فاتت دي. أنت عارف يا رشدي، أنا قعدت يجي شهور في البيت قاعد بدون شغل، وكنت مخنوق جدا، والطيران واقف، اللي طبطب عليا وهون عليا هو الجمهور بتاع الجزائر. جميل أخويا، خلينا مرحبا.